نستمر في تغطيتنا الخاصة للأحداث في الجرجرات على قناة حاتم المرابط، ونوافيكم بآخر المستجدات والصور والفيديوهات التي ستقربكم من الأحداث. وبعد قيام القوات الأمنية المغربية بنجاح بفتح وتأمين معبر الجرجرات بتغطية من الجيش المغربي المغوار ليلة الخميس الجمعة، وتشاهدون في هذه المقاطع آخر الصور والفيديوهات لما يقع في منطقة الجرجرات، حيث أن مرتزقة البوليساريو قامت بسحب المتظاهرين 60 من النساء والعجزة وبعض الشباب المسلحين. تأكد على أن ميليشيات المتظاهرين من مرتزقة البوليساريو الجزائرية قد أضرموا النار في الخيم قبل هروبهم وخوفهم من الجيش المغربي. وجاء التحرك المغربي العسكري ليلا لتأمين المنطقة عسكريا وفتح حركة المرور بشكل آمن لتفادي أي احتكاك مع المتظاهرين. وجاءت هذه الخطوة بعدما نفذ صبر المغرب من سلبية تحركات قوات المينورسو لحل المشكلة سلميا وديا. وقد غرد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وقال: ما يقوم به المغرب أمام استفزازات الميليشيات الانفصالية في المنطقة العازلة للجرجرات في الصحراء المغربية هو من أجل وضع حد للعرقلة الناجمة عنها وإعادة حرية التنقل المدني والتجاري، بعد أن لم تنفع دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة وتدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمن. كما روجت أبواق الإعلام الرسمي الجزائري إلى أكاذيب لا صلة لها بالواقع، حيث أن وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بوقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، مضيفة أن قوات الجيش الصحراوي عملت على تأمين المنطقة وذلك بإخلاء منطقة الخطر من المدنيين العزل. كذبة تورط البوليساريو، فكيف يعقل أن المدنيين من البوليساريو تبادلوا إطلاق النار مع الجيش الجزائري؟ حتى لو كان هذا الخبر الملفق صحيح فهو يدين الجزائر ورضيعتها البوليساريو على أن المتظاهرين كانوا مسلحين. أكدت المصادر الرسمية على أن كل المتظاهرين لاذوا بالفرار ولم يقع أي تبادل لإطلاق النار، بل كان التدخل المغربي تدخل أمني وقد تم تفادي المواجهة مع المتظاهرين ليلاً.